منذ سنوات والصراع اللي بغينا نسميه صراع أزلي ما بين بعض أصحاب الطاكسيات والتطبيقات الذكية تتزاد يوما عن يوم، ولحد الساعة باقي ما توصلناش لواحد الحل. أصحاب الطاكسيات عندهم وجهة نظر ديالهم، وأصحاب التطبيقات الذكية هما عندهم وجهة نظر ديالهم اللي تدافع لها، ولكن ما خصناش نفيه واحد المسألة، هو أن تزايد الإقبال على أصحاب التطبيقات الذكية يثير يعني موجة من السياء والتذمر بالنسبة لبعض أصحاب الطاكسيات. قبل ما نشوفوا الرأي تاع الاصحاب بعض اصحاب الطاكسيات وايضا التطبيقات الذكيه، اجي نشوفوا اشغال المواطنين حول هذه القضيه هذه. بالنسبه للحرب اللي كاينه ما بين الطاكسيات والتطبيقات اللي كاينين دابا، بلا ما نعطي الاسماء ديال بعض، كاينين بزاف ديال التطبيقات. البروبليم سي كو لا، في هذه الوقيته هذه حنايا بحال دابا، حنا ملي كنبغي نخرج للخدمه ولا كنبغي نخرج غادي للخدمه في الصباح، ما كنلقاش مويان ترونسبور. باغ اكزومبل الطاكسي ما بقاش كيبغي يهز جوج الناس، كيقول لك انا مع هذا الغلاء ما نقدرش نهز جوج الناس، كنهز واحد بواحد. بحال دابا انا كاين انا والزوجه ديالي خدامين في نفس الخدمه، يعني ما بين الدار والخدمه عندي 15 مينوت تقريبا ولا 20 مينوت، ما كنلقاش طاكسي اللي غادي يديني. بارفو وصلت النيفو ديال الطاكسيات اللي كيسحابهم باللي غير الناس الاغنياء هما اللي كيركبوا في الطاكسيات، وبالعكس باللي راه سي بنادم يقدر يكون عيان، يقدر يكونوا بزاف د الحوايج وكيبغي يوصل دغيا، علاش كياخذ طاكسي؟ ماشي الناس الاغنياء راه عندهم طوموبيلات، ما كيركبش في طاكسي راس الغني. اما بالنسبه للابليكاسيون، بالنسبه للابليكاسيون كانوا مزيانين، كانوا كيعاونوا. انا ما فهمتش علاش كاين هذا الاختلاف بيناتهم، حيت كاينين شي طاكسيات هما براسهم كونفونسيوني مع هاد ليزابليكاسيون، خصهم يتعاونوا معاهم، لان الشباب كان عاطل جاب الله كيتحرك كيدخل واحد المصاريف يومي، وهما راه كيخدموا، وهما بعضياتهم ما كانوش مفاهمين. طاكسي لي تي بي في في مطار محمد الخامس مع الطاكسيات ديال اللي كيديروا لا لين كانوا كيكونوا مضاربين، وتصور دابا ملي كتبان لهم طوموبيل كيوقفوا وسط الشانطي وحيحه وتيعايروا، وكيكون الاجانب راكبين في ديك السياره مع دوك الناس الاخرين، راه عيب وعار الاجنبي يدي خبارنا. الحرب بين الطاكسيات وصحاب الابليكاسيون هذاك راه فتنه، هذيك راه ماشي حرب، هذاك هذوك كيترزقوا الله والاخرين كيترزقوا. واش كاين مول الطاكسي تا هو براسو الطاكسيات اللي كاين منظمين حرب، الطاكسيات حمرين اللي منظمين حرب تا هما راه كيتاواو. واش الطاكسي حمر ما كيخدمش الكونتور وكيتاوا معاك شحال باش غنديك؟ كيقول لك غنديك ب 30 درهم وغنديك ب 50 درهم وكيهز اللي بغى. هادشي ما خدامش اصاحبي الصراحه، واش واحد خدام والاخر خدام، كل واحد الله يسهل عليه، علاش انا نتعرض ليه وسط الشارع ونقول ليه لا ما تهزوش لا ما جاتش؟ من خلال الروبورتاج اللي دارته الفاس بريس التقينا ببعض اصحاب الطاكسيات واللي تدافعوا عن وجهه النظر ديالهم، وتيقولوا بان التطبيقات الذكيه هي تهدد المدخول اليومي ليهم، خاصه ان الامر تزامن او تعقد بشكل كبير مع هذا الارتفاع تاع اسعار المحروقات والمدخول اللي تراجع بشكل كبير. زادوا هذه التطبيقات الذكيه اللي تيشكلوا واحد المنافس قوي بالنسبه لهم سواء في الوقت الراهن او في السنوات المقبله. علاش انتم كاصحاب الطاكسيات ضد التطبيقات الذكيه، علما ان هذه التجربه ناجحه في مجموعه من المدن العالميه، وتا الناس هنا في الدار البيضاء تفاعلوا معها بشكل ايجابي؟ بالنسبه لنا احنا كمهنيين قطاع سيارات الاجره، المشاكل اللي كاينه ديال التطبيقات مشاكل كبيره وكنعيشوها هذه سنين تقريبا واحد الخمسه ولا ست سنوات. اللي خاص يعرف الاخوان، وهو المغرب مثلا بلد محافظ، فما يمكنش واحد البنت بنت الحومه ديالنا وغتنزل اليوم طوموبيل كحله وغدا غتنزل طوموبيل زرقاء وبعد الغد غتنزل بطوموبيل، كيخص ترخيص لهذا الامر هذا باش على الاقل تكون باينه هذيك الطوموبيل بعلامه. يعني قطاع سياره الاجره عنده نوامر، كل نوامر اللي كنطالبوا حنا وهو يكون واحد التقنين ديال هذه المساله هذه. وحنا ماشي ضد حريات ديال يعني المنافسه، ما عندناش مشكل، ولكن يكون قانوني، ما يكونش هذاك الامر ديال امر غير مسموح به يعني مع قطاع سيارات الاجره. شنو الضرر اللي تيشكل لكم تحب التطبيقات الذكيه؟ الضرر هو كيديروا الخدمه ديال قطاع ديال سيارات الاجره، قطاع سيارات الاجره كيخلص بزاف ديال المشاكل، كيخلص 50,000 ريال الكريمه، كيخلص 11,000 ديال لاسيرونس، بخلاف هما كيخلص لاسيرونس ديال سياره سياحيه عاديه، حتى هذاك الزبون اللي غيركب ما عندوش تامين ما مامنش، لان قطاع سياره الاجره مؤمن، طبعا مؤمنين الركاب والسائق كل شيء كيكون مامن. بالنسبه لي الصداع دوك الناس ديال التطبيقات الذكيه خدامين غير قانونيين، مع العلم ان سياره الاجره عندها رقم ديالها مسجل في العماله، وتعرفوا الناس ديال رجال الشرطه في بيرو ديال التنقيط،
خدامين قانونيين الا زينا شي كليان طرات لي شي حاجه راه تيجيو للطاكسي، مع العلم ان دوك الناس كاينين شي ناس دول المستوى تيمشي يكري طوموبيله وتيوقف في لاكار وتيوقف في لوطيل تيهز كليان ما عرفوا واش هذاك واش عنده سوابق ولا، ومع العلم ان كاينين شي ناس اخرين دابا تيساليو مع الربعه عندهم السيارات ديالهم كيمشيو كيسترزقوا بهذه الطريقه هذه، مع العلم انهم كيديو لك رزقك انتايا كسائق ديال سياره الاجره. البعض تيقول بان بعض المواطنين تفاعلوا مع التطبيقات الذكيه بواحد النوع ايجابي، فهمت ولا لا؟ علاش؟ لان الطاكسيات فيهم صداع، الطاكسيات ما تيحترموش السرعه القانونيه في المدينه، شنو الراي ديالك؟ بالنسبه للمساله ديال الصداع ما عندناش حنا صداع مع الكليان، الانسان تيجي تيخلص الاجره ديالو تتوصلو فين باغي بخير وعلى خير. المساله اللي كاينه هو هذاك الانسان ديال التطبيقات، هذاك التطبيقات هو في دارو تيدير تيكليكي وتيجي عنده الطوموبيل حتى لباب الدار. الطاكسي ما يمكنش يدي بلاصه حتى لباب الدار الا ما كانش كيعرف الكليان ديالو، يقدر يجي عندك لباب الدار وما يلقاكش، هو ضيع ضاع النهار ديالو. هذا هو هي مساله ديال القرب، مساله ديال القرب باش عوض ما الانسان ينزل من المنزل ديالو ويتجه لمحطه السياره، هذه راه فيها وقايه ليه وحمايه ليه وانه غيمشي في الامان وغادي يجي في الامان مع ذاك السيد اللي عنده واحد الرخصه اللي هي رخصه الثقه اللي عطيها اليه العماله. هاد رخصة الثقة ما عندش الناس ديال التطبيقات، راه كنقول للمواطنين راه مسألة ديال الثقة، راه ماشي مسألة أنه غادي يوصلك، راه الطاكسي غادي يوصلك، ولكن فين هي المسألة ديال الثقة؟ هنا فين كيكمل الخطأ. المؤاخذات اللي تسجلوها بعض أصحاب الطاكسيات والسائقي الطاكسيات هذه تيرد عليها بقوة أصحاب التطبيقات الذكية اللي تيقولوا بأنهم أصبحوا أمر واقع على مستوى مدينة الدار البيضاء، وأن الإقبال عليهم تيتزايد يوما عن يوم، وأنهم تيوفروا الأمن والطمأنينة لمجموعة من المواطنين اللي تفاعلوا مع التجربة بشكل إيجابي. السبب الرئيسي والأساسي لهذا الصراع القائم ما بين أصحاب سيارات الأجرة وأصحاب التطبيقات الذكية هو غياب واحد النظام قانوني اللي كيأثر هذا العمل ديال الاشتغال في التطبيقات الذكيه، هذا كيبقى هو السبب الرئيسي، لانه في ظل الغياب كاينين بعض الناس اللي كيستغلوا هذه الهفوه القانونيه وكيحاولوا يحاربوا التطبيقات يعني في جميع الشركات تقريبا. وتشوف انت من حق تحب الطاكسيات يعترضوا لكم في الشارع فمن الناحيه القانونيه ما عندهمش الحق بتاتا، لانهم لا يحتوون على صفه فما عندهم صفه ينظموها القانون، فهذه المساله كتبقى من اختصاص ديال السلطات الامنيه والسلطات الخاصه. لهذا حنا كنا دائما كنطالبوا يعني بوقف هذه الاعتداءات وبوقف هذه السلوكيات الغير المشروعه، فكما كتعرفوا فالطريقه اللي كيتم بها الاستدراج ونصب الكمين وانتحال صفه وكاين حتى الاحتجاز يعني دون الحصول على الترخيص من السلطات، وهذا راه كيجرم عليهم القانون الجنائي المغربي من خلال الفصول 380 و381 و436 من القانون الجنائي، فهذا شيء غير مرغوب فيه وتندوه. بالنسبه لكم انتم تخدموا في هذا المجال هذا، واش تشوف ان كاين واحد المستقبل وافاق حول التطبيقات الذكيه على مستوى الدار البيضاء ومستوى المغرب بصفه عامه؟ بالفعل كاين افاق، خير ودليل على انه يعني كاينه واحد المجموعه ديال الشركات اللي دخلت وكتشتغل في هذا التطبيق، وللاشاره فاحنا النقابه الديمقراطيه للنقل الوحيده اللي احتضنت هذا النوع من النقل في المغرب في اطار يعني المقاولين الذاتيين، ونقدر ناكد لك اننا النقابه الوحيده اللي كتوفر على مكتب وطني للمقاولين الذاتيين، فكنمشيو في النهج اللي رسخاته الحكومه واللي رسخه صاحب الجلاله نصره الله. فبالنسبه لهذا كنحاول من هذا المنبر هذا نوجه يعني واحد الرساله لرئاسه الحكومه ولهذه الحكومه اللي يعني حاطه مشروع ديال انها تحاول تخلق مليون فرص شغل، فاحنا تنقولوا بان من خلال هذا العمل في الوسائل التكنولوجيه الحديثه يمكن لنا نخارطوا يعني في تنفيذ هذه الاستراتيجيه اللي اختاتها رئاسه الحكومه وبالاخص السيد عزيز اخنوش، فكنطالبوا باش يتم الادماج ديال هاد الشباب هادو، فهناك مجموعه كبيره ديال الشباب اللي حاصلين على شواهد عليا في مختلف القطاعات اللي ما لقاوش فرص الشغل التجاوا لهاد التطبيقات باش يشتغلوا فيها. انتم يعني نظام جديد على مستوى السير والجوال في مدينه الدار البيضاء، اشنو هي المطالب ديالكم باش يكون هذا النظام اللي هو نظام قانوني وما يبقاش الصداع ما بينكم وبين اصحاب التاكسيات، اشنو هي المطالب ديالكم؟ فالمطلب الاساسي هو يعني وضع واحد الاطار قانوني اللي كينظم هذا القطاع هذا،
وحنا كنقابه ديمقراطيه النقل المحتضنه الوحيده في المغرب لهذا القطاع وضعنا واحد مسوده مشروع ديال نقل الركاب مقابل اجر لوزير النقل واللوجيستيك، وكانت مجموعه ديال المراسلات ومجموعه ديال الاجتماعات في هذا الاطار اللي تلقينا وعود بانه غدا يعني غيكون شي مستجدات في هذا القطاع هذا، الا انه كاين واحد شويه ديال التاخر. هذا هو المطلب، كنطالبوا يعني بتفعيل الامر وايجاد صيغه قانونيه حتى لا يبقى هذا الشيء غادي بواحد العشوائيه. وبالنسبه للمطالب، المطلب الثاني اللي كنوجهه للمدير العام للامن الوطني هو حمايه هاد الشباب من هاد النوع ديال هاد السلوكيات الغير مشروعه، ففقط في اطار يعني تنفيذ القانون. فاذا كنا احنا مخالفين فكنطالبوا من الناس ديال رجال الامن انهم يطبقوا القانون ديال هاد الناس اللي كيقوموا بالابتزاز وكيقوموا بالاحتجاز الغير المرخص من طرف السلطات وكيقوموا بالاستدراج ونصب الكمين وما الى اثاره الفوضى في الشارع العام. فكنطالبوا بتطبيق القانون كما يعني السائق في التطبيقات كيمشي في اطار النقل الاستثنائي بدون ترخيص، كنطالبوا تطبيق العقوبات على الناس اللي كتقوم بهذه العمليات الغير مشروعه. عندنا زبناء يعني في الطبقه الوسطى، والحمد لله كيصيفطوا معنا وليداتهم للمدارس وكيخلصوا عليهم يعني فلوس غاليه باش يصيفط معك فلاذه الاكباد ديالو، هذه ماشي سهله. كيصيفطوا معنا الزوجات ديالهم وهاد الكباتي اللي هما السائقين المهني اللي كيشتغلوا معنا في التطبيقات، هما كلهم ما دخلوا معنا حتى جابوا يعني الرخصه الثقه ديالهم، البطاقه المهنيه ديالهم، جابوا بطاقه المقاول الذاتي، جابوا الفيش انتروبروميتريك بالسجل العدلي ديالهم. الناس يعني حتى الزبون لما كياخذ واحد الرحله فكتبقى جميع المعطيات عنده في الهاتف ديالو، من رقم الهاتف، من لوحة السيارة، من الساعة الرحلة، من جميع المعطيات وليزانفورماسيون كيبقى عند الكليان عند الزبون. فالحمد لله الناس كيرضيو علينا وناس يعني كيشجعونا على هاد المهنة اللي كنقوموا بها، لأن كنوفروا لهم واحد الخدمة اللي كتجي حتى عندهم حتى البيت. ولو ما كانش هاد الأمن وهاد الأمان لو هاد الناس ما غاديش يبقاو يركبوا معنا، كون حنا هاد الشيء تسد شحال هادي وفضينا هاد الأمر هذا. كنطالبوا من إخواننا المهنيين باش ما يدخلوش معنا بصدام، نتمنوا الإخوان أنهم ما يتغررش بهم، لأن حنا سائقين مهنيين يعني وكيعرفونا ان كنا في الطاكسي ولقينا اكراهات في الطاكسي من ارتفاع المحروقات، من ارتفاع الروسيطه، من معلمين الشكاره. هذه الاكراهات كلها هي اللي خلتنا اننا نمشيو لهذا لافي تي سي اللي الحمد لله اللي هو استراتيجيه وطنيه عن الخدمات عن بعد. واليوم احنا كنطالبوا بالسلطات باش تسرع وتخرج هذا القانون المنظم باش نفكوا هذه المشاكل كامله وما نبقاوش داخلين في صدام مع اخواننا المهنيين. كما لاحظتوا ان كل طرف تدافع على وجهه النظر ديالو، اصحاب الطاكسيات تدافع على وجهه النظر ديالهم، ايضا اصحاب التطبيقات الذكيه هما تدافعوا وتردوا بالدليل والبرهان على احقيه ديالهم في الاشتغال مدينه الدار البيضاء. مدينه الدار البيضاء تحتاج لجميع الابناء ديالها، لهذا خاص ضروري يوقع واحد الاتفاق من اجل طي هذا الملف ومن اجل طي هذا الصراع اللي ما تيخدم حتى جهه من الجهات.